لطفي عبد الرحيم رئيس التعاونيه في ناحيه تربيه النحل وانتاج العسل. حاليا انا موجود في سوق الصالحين ولكن متضرر بكل صراحه. انما انا تنزاول مهنه النحل وتبائع العسل في سوق الصالحين. تفاجات خديت محالي قدام ريحه الشوايه، راه فيه على النيت. شكيت عليكم في اول مره، انا شكيت عليهم، شكيت على اللجنه اللي مكلفه بالسوق الصالحي اللي اكبر سوق في افريقيا، سوق مشروع ملكي. عيطوا عليا المقاطع، عيطوا عليا العام، عفوا عيطوا عليا العماله، جبدوا البلان. قال لي الرقم ديالك 154، قلت لهم صافي. قال لي غادي تمشي للقاعه غادي تصور معاه. فعلا نيت مشيت للقاعه ما تصورش معايا 154، تصورت معاه 21. تنتفاجأ تلقى راسي امامي شوايه. مشيت لعندهم قلت لهم انا زعما راك جبتوني، انا شكيت عليكم بان ما تنبيع العسل، راه ما يمكنش عندي يكون عندي واحد الضرر. وهادي قال لي غادي يدوز سيدنا وغادي حاول تعمر السلعه ديالك، يدوز سيدنا وغادي نبدلوا لك المحام ديالك. ما دارش سيدنا الله يشافيه علينا، ما بدلوا لي لا محل لا والو. تمشي تنشكيو على راسنا بدون فائده. درت واحد الشكايه، ثلاثه شكايات لي درت واحد الشكايه مؤخرا بانما السيد العامل بانما عندي ضرر. ها شنو كاين شنو كاين شنو كاين شنو كاين شنو كاين. تفاجات عيطت عليا السلطه بالهاتف ديالي، قال لي فلان فلان واش داير شي شكايه السيد العامل. قلت له هي دايره. قال لي غادي تجي عندنا المقاطعه باش تاخذ الجواب ديالك. تفاجات باش ناخذ واحد الجواب ديال الشكايه ديالي تلقى واحد الورقه اخرى ما تدليش حتى شي، ما عندها حتى شي علاقه بهذيك الشكايه اللي عندي انايا اللي داير انايا. قال لك اجي سيني هنا قريتها. قلت لهم علاش غادي نسيني هنا؟ قال لي اخويا انا شنقول لك، انا موظف سيني هنا ولا غادي نديروا لك الرفض؟ قلت له اخي دير لي الرفض باش غادي نسيني انا على واحد. شنو كان في الرساله سامان؟ دير بهد بانما انا كنت متواجد في القصدير، في القصدير، ودابا انتقلت الى سوق الصالحين الرقم 21. ماشي هذا هو الشكايه ديالي اللي دايره انت. انت كاين في الرقم 21؟ دابا حاليا في الرقم 21 قدامي شويه الحوت، وداك الشويه اخويا شنو نقول لك؟ راه بكل صراحه راه ما تقدرش تجلس فيها وما يقدرش يجلس فيها حتى شي واحد. عندي ضرر ديالي لا في صحتي ولا في العسل. راه ما يمكنش ليا انا باش غادي نعطي للكليان واحد الحاجه اللي غادي تضرهم. بكل صراحه الريحه تتكرفص السلعه بمعنى الكلمه. وعاد تنبيع تنبيع الماطري ديال تربيه النحل. راه تيولوا كلها رماد، راه ماشي تيجيني الريحه، راه تيجيني حتى الرماد اخي. حيت راه واحد تيشوي تيجيني انا راه حدايا زعما انفاس معايا قدامي. الرساله اخي ديالي اش نقول لك؟ الى السيد العامل الله يجازيك بخير. انا ما حاول شوف الشكايه ديالي انا اللي عطيتك، بغيت الجواب ديالها. راه عطاوني السيد العامر، عطاوني انا واحد الشكايه ما تنضمش لهذيك الشكايه اللي درت انايا. انا بحقي في واحد المحل ديالي باعت فيه، ما بغيتش باقي ما بغيتش يسلموا عليا. انا محصي في القرعه، محصي في كل شيء. تمشي ناخذ القرعه تيديروا لي التعرض. انا واحد خينا نقاد لي في واحد الحانوت والحوانت كاينين باش يعطيه هو حانوت، بغاو يلصقوا لي انا، بغاو يدخلوه معايا. والحوانت كاينين يعطيو حانوت ديالو، راه الحوانت شايطين تما، ما عرفتش خمسة الحوانت ولا ستة الحوانت يعطيو حتى هو حانوت، حتى هو ولد السوق يعطيو حانوت ديالو يعطوني محالي انا. علاش غيجيبو واحد اخر يدخلوه معايا انا؟ لا، انا طالب المسؤولين يعطوني الحانوت ديالي يسلموا لي. راه القرعة ديالتي خارجة سميتي، ما خارج معايا فيها حتى شي واحد، يسلموا لي القرعة ديالتي. والسيد الا بغا يعطيو شي حانوت يعطيو، ما بقاوش يديرو لي التعرض على النمرة ديالتي انا إلا كان عاطيني شي حاجة. الله ولا حوات، تحوات معروف، تحوات اللي سولت يقول تحوات. وين الناس سولهم؟ مازال المحلات مسدودين، مازال المحلات مسدودين. مالين ما كاينينش باقي، مالين ما باينينش، شكون مالين الله والعالم ما عرفتش. أنا نطالب غير حقي، أنا نطالب غير المحل ديالي وصافي، شتي نطالب أنا؟ أنا اللي بغا يعطيو عطيو، واللي ما بغاوش يعطيو شغلو ما هذاك. وانا يعطوني المحل ديالي، الاستفاده ديالتي يعطيوها لنا، ديال سيدنا عطاها لنا يعطيوها لي. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.